مرحبا، أنا لبان، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلي أونلاين. اليوم بدنا نعمل مع بعض تشيز كيك مو اعتيادي، كتير كتير طعمته طيبة وشكله كتير حلو. أول شي بدنا نبلش نعمل جيلي مع بعض. عندي 2 باكيت جيلي طعمة الفريز، كاس مي باردة، كاس مي سخنة، وفريز للتزيين. بنفضي الجيلي البودرة بصحن ونضيف السوائل. السوائل هو نص الكمية المعتادة، يعني كاس مي سخنة. بضل بحرك لو ما تذوب الجيلاتين البودرة تماما. بعدها بضيف الماء البارد. الماء الباردة لازم تكون بالفريزة، يعني هيك قبل بخمس دقائق او عشر دقائق مشان تبوز منيح. بفضيها بالصحن اللي يفضل يكون اصغر من قالب التشيز كيك بشي بسيط. هون انا قالبي كبير، استخدمت باكيتين، ممكن يكون قالبكم اصغر. بحطه بالفريزة لمدة خمس دقائق او عشر دقائق لبين ما اخلص شغلي بالتشيز كيك. مقادير التشيز كيك: علبة كريمة شانتي، أنا هون فيها ظرفين، بدي أستعمل كاسة ونص حليب، زبدة 150 جرام، علبة قشطة، 250 جرام بسكويت مطحون، 25 جرام جيلاتين، علبة حليب مكثف محلى، استخدمت نصها، 8 قطع لافاش كيك. أول شغلة ببلش فيها بحط المي الباردة فوق الجيلاتين الشفاف وبحرك كتير منيح، وبحطه شي 5 دقايق أو 10 دقايق على طرف لوقت ما يشرب الجيلاتين المي الباردة. نطحن البسكويت. انا طحنت البسكويت عم احضر الطعام، ممكن تحطيه بكيس نايلون، دقيه بالشوبك وبصير ناعم. بضيف الزبده للبسكويت المطحون، 150 جرام زبده كتير كافي ل 250 جرام بسكويت. بس كتره الزبده عنا بيصير البسكويت كتير قاسي على التقطيع. بنحرك البسكويت مع الزبده كتير منيح لتمتزج المكونات. بصفه بقالب التشيز كيك القابل للفتح، ممكن صينية عادية ما في فرق، ونبطنها بكيس نايلون نقلبها. بمسد الوش وبكبسه، ممكن بإيدك، ممكن بصحن تستعيني، ممكن بكاسة، ما في فرق. أنا هون استخدمت هاي الأداة. بنحطها كمان بالفريزة ليجهز معنا التشيز كيك. فضيت الحليب وعلبة القشطة والكريمة شانتي، ظرفين كريمة شانتي ضفت، نص علبة الحليب المكثف، 8 قطع من جبنة اللافاش كيري، ضفت معلقتين من جبنة تانية سائلة، خلطتهم كتير منيح بالخلاط. هون الجيلاتين حطيتها بالميكروويف شوي لصارت سائلة بعد ما شربت المي الباردة. أو اللي ما عنده ميكروويف ممكن تحط الصحن الصغير فوق ركبة عم تغلي وتحرك تحرك تحرك لوقت ما يدوب الجيلاتين. الجيلاتين أبدا ما لازم يغلي، بس غلا بيفقد الخاصية تبعيته، فخلص هيك مجرد ما دابت حبات الجيلاتين بنوقف. أي شيء سخن بدنا نضيفه على الكريمة لازم ناخد شوي من الكريمة نحطه فوق الشيء السخن مشان نعدل الحرارة. أخذت معلقتين ثلاثة أنا من الخليط وحركت الجيلاتين كتير منيح وبضيفها للخليط. ما عندكم جيلاتين شفاف ممكن تستخدموا جيلاتين بنكهة الليمون بنكهة الأناناس، بس تحطوا ربع كاسة مي سخنة وفقط. يعني فضيت التشيز كيك بالقالب، طلعته من الفريزة، فضيت نص المقدار تقريبا، وبدي أرجعه للفريزة لمدة خمس دقايق. طلعت الجيلاتين من الفريزة، حررت الأطراف، حطيته بمي سخنة مدة نص دقيقة بس مشان يتحرر من الأرضية وينقلب معي بسهولة. هون طلعت التشيز كيك من البراد بعد ما تأكدت إنه شوي جمد. قلبت الجيلاتين عليه، بدي أركزه بالنص تمام. شوفوا هون شلون الجيلاتين أصغر من قالب التشيز كيك اللي عنا إياه. فضيت نص الباقيان، مسدت الوش كتير منيح. هلأ ما في داعي للفريزة لأني رح ياخد وقته بالبراد، للمساء ممكن لتاني يوم أحسن. غلفته بالجيلاتين وعلى البراد لتاني يوم. تاني يوم طالعته، حررت الأطراف، فتحت القالب طبعا، يعني إذا كان في صينية عادية ممكن تسحبوا كيس النايلون المبطن بيطلع معنا القالب. هلأ الديكور كل واحد على حسب ذوقه. أنا حطيت الفريز بالعرق الأخضر اللي إله، رشيت عليه هون سكر بودرة. طبعا نشوف قلبه من جوا شلون طلع. عن جد واو، يعني طعمه كتير طيبة وشكله كتير حلو. بتمنى تجربوه، كتير 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 طلع بتاخد العالي. وإن شاء الله ألف صحة وهنا.